لو عندي السبجكت اي او ذي او هي او يو يبقى الفيرب هيبقى شكله في الايه في الانفينيتيف. طيب السبجكت هي او شي او ات يبقى الفعل مضاف له ايه اس او اي اس او اي اي اس. طيب النفي بقى عندي بنفي زمن المضارع البسيط بايه اسهل حاجه اللي هي دونت او ايه او دازنت. طبعا دازنت مع المفرد دازنت مع المفرد ودونت مع الجمع يبقى مع اي وذي ووي ويو هنفي بايه بدونت هي وشي وات هنفي بايه بدازنت. تمام كده. طيب نيجي للكويستشن السؤال هسال برضو نفس الكلام هي كلها رتم واحد بدو او ايه او داز عرفنا امتى دو امتى داز. اهم حاجه اهم جزئيه عندي مع دونت ودازنت شكل الفعل بيبقى انفينيتيف. لو عندي اس هشيل الاس مع دو وداز نفس الكلام الفعل في السؤال هيبقى ايه انفينيتيف. يبقى في وجود زي ما قلنا ديدنت بيجي وراه الانفينيتيف برضو نفس الكلام دونت ودازنت بيجي وراهم الايه الانفينيتيف. يبقى في الكويشن بدو او داز وبعديها الانفينيتيف. لو هسال دبليو اتش كويشن اداه الاستفهام دبليو اتش كويشن وبعدين الدو او الداز وبعدين تكمله الجمله بتاعتي عادي خلاص كده. طيب الفورم بقى في الباسيف المبني للمجهول في زمن المضارع البسيط في زمن الماضي البسيط تفتكروا كان ايه؟ was where والتصريف الايه التالت للفعل. هنا هيبقى ايه؟ am is are زائد البي بي. احنا متفقين ان الباسيف لازم بي بي. ايه اللي بيتغير بقى؟ الايه؟ الفعل المساعد اللي فيه. في الماضي بيبقى was وايه؟ وwhere. في المضارع بيبقى am وايه؟ am وis وare. تمام كده؟ طيب الكيوردز الكلمات الداله اللي اشوفها اعرف ان الزمن عندي مضارع بسيط عندي usually sometimes always often rarely every occasionally كل الكلمات دي هناخدها في جدول. الكلمات دي اول ما اشوفها اعرف ان الزمن عندي مش 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 اول ما اشوفها بالظبط يعني هي الكلمات دي ساعات بستخدمها في الماضي بس ايه هي العلامه المميزه لها المضارع البسيط. تمام كده. يبقى الكيوردز اللي هي الكلمات مثلا ناخد always و usually. طيب الكلمات دي بيبقى مكانها فين في الجملة؟ أهم جزئية عندي بتبقى قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ يعني مثلا I عندي go وعندي always to school early عايزة أرتب الجملة أو أشوف الفعل هيجي الأول ولا الكلمة هتيجي الأول. I go always to school early عايزه التصحيح هنا يبقى ايه؟ I always go يبقى اذا دي الكلمات الداله او اللي هي ظروف التكرار دي اسمها ظروف التكرار ليه؟ عشان بتبين لي تكرار حدوث الايه؟ الفعل انا دايما بعمل كذا انا غالبا بعمل كذا انا احيانا بعمل كذا انا ما بعملش كذا ابدا بتبين لي الفعل دوت انا بقومه قد ايه؟ التكرار بتاعه بيبقى قد ايه؟ طيب يبقى اذا لو عندي فعل اساسي في الجملة ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل الأساسي. I usually go. I usually study. يبقى الكلمة بتيجي قبل الإيه؟ قبل الفعل الإيه؟ الأساسي. طب لو أنا عندي في الجملة verb to be. يعني مثلا she وعندي هنا if وعندي always late she is هي دايما بتتأخر. في الحالة ديت الترتيب بتاعي يبقى ايه؟ العكس بقى العكس بقى زي ما احنا عاملين is always late. يبقى عندي حاجتين يبقى لو عندي فعل اساسي الافعال الاساسية اللي هي الافعال العادية بتاعت يقرأ يكتب يذاكر يلعب يسافر دي افعال اساسية. لو عندي فعل اساسي الظرف التكرار بيجي قبل الايه؟ الفعل الاساسي. طب لو عندي فيرب تو بي لا بعد فيرب تو بي اجيب فيرب تو بي الاول. الجزئيه دي مهمه جدا بتيجي في الاسئله كتير. يبقى شي از اولويز ليت هي دايما بتتاخر. تمام كده. يبقى ديت كل التفاصيل عن المضارع البسيط. طيب انا امتى بستخدم زمن المضارع البسيط؟ اهم جزئيه عندي في كل فعل ليه بستخدم الفعل الزمن ده؟ اهم جزئيه في كل زمن ليه بستخدم الزمن ده؟ احنا فاكرين في الماضي البسيط انا قلت لكم امتى بستخدم زمن الماضي البسيط؟ حاجه حصلت وخلصت خلاص حاجه حصلت وخلصت ما عادش لها اثر موجود ايه دلوقتي. طيب المضارع البسيط بقى بيعبر لي عن ايه؟ فاكتس حقائق. لما اجي اتكلم عن شروق الشمس اتكلم عن غليان الميه اتكلم عن الحقائق العلميه هستخدم زمن المضارع الايه؟ البسيط. بيتكلم عن ديلي اكتيفيتيز النشاطات اليوميه لما اقول لك قولي لي بتعملي ايه في يومك من اول ما بتصحي من النوم لحد ما تنام هستخدم زمن المضارع الايه البسيط. عادات متكرره حاجه بتتكرر habits
عادات. انا كل يوم بصحى بروح بتاعت زمن المضارع البسيط امتى بستخدمه؟ لو عندي فاكتس حقائق، لو عندي ديلي اكتيفيتيز نشاطات يوميه او ديلي روتين، او عندي حاجات متكرره احداث متكرره بتتكرر مثلا كل شهر كل اسبوع كل سنه، حاجه متكرره بتتكرر كل ايه كل فتره، يبقى في الحاله دي بستخدم زمن المضارع الايه المضارع البسيط. وعرفنا استخداماته سواء كان في الجمله في النفي في السؤال في الايه في الباسيف والكي ووردز بتاعه. نيجي بقى لحاجه كنا خدناها قبل كده في الماضي البسيط، قلنا ازاي اعبر عن عاده كانت بتحصل وقطعت ما عادش بعملها، بستخدم كلمه ايه ويوز ايه يوز تو، فاكرينها يوز تو زائد الانفينيتيف تعبر عن ايه؟ ها عاده في الماضي ولم تعد موجود، حاجه انا كنت بعملها زمان وما عدتش بعملها دلوقتي. طب انا بقى في المضارع هنا انا عايزه اعبر عن عاده انا لسه مستمره فيها وبعملها، هستخدم ايه؟ نفس الموضوع يثبت، ولكن هجيب قبلها فيرب ايه؟ فيرب تو بي، فيرب تو بي قبلها اللي هو ام وايه؟ ام واز وار ويوزد تو، ولكن فيرب ايه؟ اي ان، انا كنت شرحتها لكم برضه، ولكن فيرب ايه؟ اي ان جي. يبقى فرق بين الجزئيتين دول، لو انا عاده وخلصت خلاص وهعبر عنها في الماضي يبقى يوزد تو زائد الايه؟ زائد الانفينيتيف. طيب عاده ولسه مستمره في الوقت الحاضر يوزد تو هتجيب معاها فيرب تو بي وبعدين تو وبعدين الفعل ايه؟ الفعل اي ان جي، فاكرين كنت قلت لكم معاها نو لونجر واني مور، فاكرينها؟ اني مور بتيجي في النفي ونو لونجر بتيجي في الجمله الايه؟ في الجمله العاديه. يبقى دوت لو انا هعبر عن عاده لسه ايه؟ لسه موجوده. وما ننساش الاستخدام برضو اللي قلت لكم لما قلت مثلا القلم يستخدم في الكتابه، دي حاجه ثانيه خالص، دي حاجه ثانيه يستخدم فيه. عندي يوزد تو يوزد تو ويوزد ايه؟ فور، تو بيجي وراها المصدر وفور بيجي وراها اي ان جي، دي كل اجزاء يوزد تو. العاده اتقطعت وما عادش موجوده يبقى يوزد تو زائد الايه؟ المصدر، مفيش قبلها حاجه. خلاص كده؟ طيب العاده مستمره في الوقت الحاضر يبقى ام واز وار يوزد تو زائد الفعل ايه؟ اي ان جي. طب عايز اقول الثلاجه تستخدم لكذا، القلم يستخدم لكذا، يبقى يا اما يوزد تو والمصدر يا اما يوزد فور والايه؟ والاي ان جي. تمام كده؟ في اي مشكله لحد كده؟ تمام. شوف بقى تكمله الزمن عندكم.